وشبهة الملحد في الإنكار لربنا المهيمن القهار ألا يراه باديا عيانا وذا دليل يوجب النكران لو كان حقا ما ادعاه المثبت هناك رب في الوجود يثبت لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخصا سواه ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسه وذي حجتهم كما ترى من أصلها واهية ثم إليك نكبها وقول نسمع يا كالإلحاد أدم الذي أصلت بالفساد قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى الكهرباء حيث هذا لا يرى أكنت في هذا موافقا له أو ناقبا ومعلنا إبطاله أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقبا تأصيلا وكل هذا أنت فيه ملزم بما جارت من سلاح تلزم فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت مجنون وقد خسئت